بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية تهنئة للرئيس ميغيل دياز رئيس جمهورية كوبا الصديقة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده الصديق. وأعرب العليمي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تهانيه للرئيس ميغيل دياز وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكوبي الصديق كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من النماء والازدهار. Thank you.